مرحبا بكم مقر شركه اوتوكاز. شركه اوتوكاز اللي كتلعب دور الرياضه في بيع وشراء السيارات المستعمله، كتحتفل بعيد ميلادها الثالث، وبهذه المناسبه وبالنسبه للناس اللي كيرغبوا في بيع سياراتهم، اوتوكاز كتقدم لهم واحد الخبره ادوميسيل. زبناء ديالنا ما محتاجينش انهم يتبلاصاو لنقط البيع ديال اوتوهال ولا ديال اوتوكاز، بالعكس كيتصلوا بالخبير ديالنا اللي كيتبلاصا لعندهم، كيتنقل لعندهم وكيقوم بالخبره في المكان اللي كيناسب الزبون ديالنا. بعد ساعات من بعد كيتصل بهم الخبير ديالنا وكيقدم لهم العرض اللي كنعطيو لهم. زبناء اللي كيرغبوا في شراء سيارات مستعمله وكيقلبوا على احسن العروض والجوده، اوتوكاز كتوفر لهم السيارات اللي كتلبي الرغبات ديالهم. جميع السيارات في اوتوكاز تخضع لفحص تقني دقيق عبر 120 نقطة فحص. زيادة على ذلك كاين فحص تقني وإلكتروني واختبار قيادة على الطريق. بعد موافقة الزبون على العرض المقدم له، المستخدمين ديالنا كيتكلفوا بجميع إجراءات الشراء، وبالنسبة للأداء كيكون في غضون 24 ساعة. بيع سيارتكم عبر شركة أوتوكاز كيتميز بثلاثة ديال الحاجات: أولا الشفافية، ثانيا السرعة، والمصداقية. الزملاء ديالنا واللي كيرغبوا يستافدوا من مجموعة خدمات أوتوكاز كنصحهم بالتوجه للمنصة المعدة خصيصا للخدمة ديالهم واللي هي www.autokaz.ma. هذه المنصة كتمكن من التعرف على السيارات المعروضة للبيع، الثمن ديالها، السن، عدد الكيلومترات اللي قطعاته، بل الناس اللي كيبيعوا السيارة ديالهم فما عليهم إلا يدخلوا المعلومات الخاصة بسيارتهم والمعلومات اللي كتخص بهم. من بعد ذلك كيتم الاتصال بهم من أجل الموعد والمكان ديال إجراء الخبرة وتحديد القيمة ديال السيارة. هذا كله في واحد الإطار ديال السرعة والشفافية والموثوقية.